مشاهدينا الأحبة، نلتقي بالأستاذ المهندس أبو لبنى من سكان بعقوبة، ويقول أنا شغفي وأنا من رواد سوق النهضة، نسأله عن رأيه بإعادة افتتاح سوق الجمعة في مدينة بعقوبة. طبعا هاي كانت خطوة حلوة مباركة، كنا نادي بيها ونطالب بيها، لأن هذا السوق أكو هواي شغلات الإنسان ما يقدر يشتريها من برا، وحتى أكو شغلات هي بالنسبة لنا أصحاب المصالح نعتبرها ذهب بالقار. ها ذهب. نعم. العالم يشوفه سكراب، إحنا نشوفه ذهب. وصلنا إلى أحمد العزاوي. أحمد شلونك حبيبي؟ إن شاء الله. شلونك؟ شلون الصحة؟ الله يسلمك. عمر اليوم ماكو؟ نايم. خير إن شاء الله. عين سلمى. البضاعة تمتاز بيش؟ بلا جوسو. جوسو. أسعارها ضمان سنة. ها؟ ضمان سنة. وبيها ضمان. من الله ان شاء الله خير، وكله ببلاش. ها كله ببلاش، الله وكلك كله ببلاش. نتمنى برخص التراب على قولتك. اي والله برخص التراب، ومرات حاجه تسوى ذهب وتلقاها رخيصه. يعني الموتور هسه تروح على التصليح نبيع لك اياه ب 10 و15، تروح ذاك يوم يبدلك شبنه يقول لك ب 20 و15، وهنا موتور كامل ب 10 و15 وشغال. مو شو على الفحص؟ على الفحص. عيني. نعم. ترى الماء مرتاح لي معذور. نعم. الماء مرتاح لي معذور. اي والله اني احبه. اي والماء يقعد بديوان، شلون يعرف قيمة الذلة؟ مو كل من تشلبه فوق جاب العنب كله. لا ومو كل طبيب يقول انا اعرف الداه والعلة. لا. مشاهدينا الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم في كل خير. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، إذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم معتما وعويلا. اليوم من سوق البلاش. من سوق البلاش. السلام عليكم. من سوق البلاش في بعقوبة مركز محافظة ديالة، واليوم هو 12 من شهر تموز يوليو 2024. نقدم لكم فكرة عن هذا السوق، نلتقي بالعراقيين الطيبين من أمثال حجي أبو علي الذهب، أبو علي العميري، اللي دائما يتحفنا بأسئلته. أبو سؤال؟ نعم هو يسأل. أبو اليوم أكو سؤال. إيه؟ سيد ماجد، نبي كان هوايته من هواية الصيد. يا نبي من أنبياء الله. أي نبي هواية الصيد؟ سؤال أبو علي. نعم سيد ماجد. وأنبياء اثنين ولد الخالة منهم مات. أنبياء ماتوا عزاب. نزل الخالة وماتوا هم الزوجين عزاب. تحياتي لكل واحد يتابعنا، يا ريت على قدر المتابعة اضغطوا لنا لايك أول ما تدخل على المقطع حتى يوصل المقطع للجميع. إذا ما مشترك نتشرف بانضمامك لمجتمع قناتنا. شو اسمك أنت؟ اسمه احمد. احمد حماده. بوجود حماده وابو علي الذهب وكل عباس. مشاهدينا الاحبه، نلتقي بالاستاذ المهندس ابو لبنى من سكان بعقوبه، ويقول انا شغفي واني من رواد سوق النهضه، نسأله عن رأيه بإعادة افتتاح سوق الجمعة في مدينة بعقوبة. طبعا هاي كانت خطوة حلوة مباركة، كنا نادي بيها ونطالب بيها، لأن هذا السوق أكو هواي شغلات الإنسان ما يقدر يشتريها من برا، وحتى أكو شغلات هي بالنسبة لنا أصحاب المصالح نعتبرها ذهب بالقار. ها ذهب. نعم. العالم يشوفه سكراب، إحنا نشوفه ذهب. فلهالسبب هذا يعني مثل حية، هذا من تاريخ معقوبة قديم، من أيام ما كان بالملعب، وقبل الملعب إحنا كنا نرتاده، لكن حاليا شو قال هسه رجع الحياة الحمد لله بجهودكم. طبعا الله يبارك فيك القناة وبارك الله بكم. الله يحفظك. حفظك الله. إحنا إن شاء الله مع كل خطوة تخدم محافظتنا العزيزة. أكيد. أستاذي، من خلال زياراتك انت قلت اكو اشياء مرات اشياء ثمينه. ثمينه وثمينه جدا. الله يبارك فيك. للي يعرف لها عندك انت عندك مصلحه ورشه كذا؟ اي عندي ورشه كامله متكامله. بس ما يعني ورشه للبيت ما اشتغل بها. نعم نعم. اي فقط اللي هي تصليح اغراض بيتي واصدقائي اذا جو يمنا. اذا الفطن ممكن ان يلقي اشياء تفيده. الفطن وصاحب المصلحه. المصلحة. لكن اكثر الناس اللي ما عندهم مصلحه يباع عليه سكراب. صحيح. بس هو ابو المصلحه يباع عليه ذهب بالقار، خصوصا انه القديم ماكو مثل حاليا باسواق جديد. الجديد يعني متانته. نعم.
كل الموجود صيني وغير صيني ومقاومة بسيطة، لكن هذا القديم مع شوية اعتناء ممكن يرجع أحسن من الجديد بقاطات للذكي واللي يفتهم صاحب المصلحة. عين استاذنا، ممنون لك. وأنا ممنون. الله يبارك. عيوني أنت. هاي أغراض مستعملة، أغراض سيارات مستعملة، مواد كذلك مختلفة من الألف فصاعدا، بايسكلات معروضات 25 وب 15 هذني، وبيهن مجال مو سعر نهائي. هذا الدرج معروض ب 15. دراجات اول واحد ب 90 وبي مجال، الثاني ب 80 وبي مجال. هذني ربع 500,000 وكل حاجة بسعرها. هني مكاين برادار اول وحدة، هاي عارضينها بمية وبيها مجال مو سعر. ذني الاثنين على 80 الوحدة وهم بيها المجال، كلهن صالحات للشغل، شغالات وعلى الفحص، شغالات وعلى الفحص وماطوراتهن وياهن. وبرادر الياباني، هذا برادر الياباني. صوندات على 12. كم متر؟ اي هاي شو يسمونها، كاوية هاي؟ مالبوات 10,000. زين. جلوبات 4 5 جلوبات 10,000. هاي 2.5 قدام على 2.5. كله جو السوق، كله جو السوق. هذا بالمية اي 4 محل 6 و7. هاي سيف صورك؟ عرفني تعالوا. هاي اللي تشوفونها قدامكم ماكينة استنساخ مفاتيح، شو سعرها هاي؟ 75 وبيها مجال. 75 وبيها مجال وشغالة، تنطيها على الشغل؟ على الشغل، راعيها يقول انطيها على الشغل. طباخ بيش 15 وبي مجال. هاي اللي تشوفونها قدامكم مجموعة واشرات لهواي أمور ترهم، كلها شلع بيش 6,000. اها خير ان شاء الله. وين اللد؟ ها ذني ذني على 1000 دينار؟ على 1000 دينار. كله جديد هذا مو؟ نعم. لا 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 ماكو داعي، واضح واضح. طبعا هنا السلعة مناسبة، حيل مناسبة. شنو ذني هنا؟ هذا مال كابريتر مال سياراتي. بيش؟ ألف دينار. هاي شنو هاي؟ سيليكون. ليش سيليكون؟ هاي باور مال يا سيارة. وصلنا إلى أحمد العزاوي. أحمد شلونك حبيبي؟ الله يسلمك. شلون الصحة؟ الله يسلمك. عمر اليوم ماكو؟ نايم. خير إن شاء الله. عين سلم واجد. البضاعة تمتاز بيش؟ بلا جو السوق. جو السوق. أسعارها ضمان سنة. ها؟ ضمان سنة. وبيها ضمان. لك هذا البراكية. إي. شوفها نعم. 3,000. 3,000؟ ندال. إي. 3,000. نعم. جوزات. إي. على 2,000 و2,000. خير إن شاء الله.
2000 بلي هذا النقاط نعم يعني كم المسار هذا 2000 للالف فصاعدا مصابيح 2000 هذا 40 مور بلي بدي بلي عندك هذا المطر هي 3000 ايش المطر 3000 وهذا بالبور 1500 مصباح موفقين ان شاء الله يا استاذ ماجد الله يسلمك حبيبي سلمنا على عمر يوصل يوصل عين عظيم مو هذا يعتبر لان مطر بحضرتك موجود انت ماجد الصريعي اكو سوق ان شاء الله كسوق قناتك موجود على راسك سوق الفقره عبر الفقره هذا سوق البلاش شنو البلاش تعجنها هاي مال ايام هاي مال ايام زمان هذا من العراق قديمه والحاتم هذا حاتم حاتم العراقي نعم وهذا هاي يمكن كرثوم امين زين اي هذا النوكيا الانبنس القديم ايه هذا صار جزء من التراث هذا 1100 قديم يا به والله هذا 1100 قديم ده دول له بطاريه له شاحنه ده دول له انت شاحنه فول زين شاحنه اي هسه شلون اسعارها على 1000 هلا على راسه هاي الموبايلات كلها على 1000 موبايلات على 1000 يا با على 1000 هذا جاي من بعد 60 70 انترنت بلد هذا انترنت انترنت هذا ايه محمول بتجيب وتكنن هذا المحمول هذا ايه محمول وين مثل الاحمر نعم نعم بس شحن ايه هذا الطفايه هذا شحن طفايه بيها هذا المطفايه يبيعونها بخمسه وبسته باربعه ايش هذا فيها؟ باربعه وبيها مجال هذا اي او سيم كارته انوار جايب دراجات هوائيه الدراجه من 25 فصاعدا 25 ب 30 اكثر شويه اقل مو ولك الصوت حبيبي عيني عيوني محمد صباح الخير صباح النور عيني انت جايب هاي شنو بيدك؟ سبحه سبحه؟ ايه مال شنو هاي؟ هاي مال مال زينه تعلقها يا بالسبحه هاي معروضه ب10 دير بالك لا يقع البايسكل لا كل حاجة في سعرها هاي هم لكم أغراض من ربع فصاعدا هاي الدراجة الهوائية أول وحدة ب80 هاي ب 15 كلهم بهم مجال أجهزة إلكترونية مختلفة هذا القدر اللي قدامكم سعره 20,000 أسعار العطور بألف دينار نظارات ايضا بليت يا بي وصلنا الى عالم الدراجات الهوائية نعم مو ما شاء الله مختلف من صغير لكبير من اصغر حجم من اصغر حجم اي هاي مال طفل صغير كلش فدنا ها فدنا وتريد يلعب بيه شيء يسحل بيه تريد يصعدون بيه ويدفعونه اي هاي مال بيبي عافيه شلون الاسعار مالتها بسبعة اي على خمسة اي وهذا كله بالا اصلي يعني ما وهذا على 15 وفي مجال وهذا كل من وسعره لحد 50 زين يعني هذا اصلي فاقوم نعم 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 هذا اللي ورا على 20 وعلى 35 كل من سعره وكلهم بهن مجال مجالي لحد ال 50 يعني هذا خافون اصلا كبير اي كبير 50 27 زين كلهم هذا اي اي بلي بلي كلهم بهن مجال طبعا بهن مجال الاسعار اللي ذكرت بها مجال هذا اليابان هذا اللي يطبق نعم شو يسوي هذا؟ يطبق هيك شال بليد والله هاي تنطبق هيك هذا ينطبق استيان هذا بس كل يطبق اي موجود هذا هذا يصير جنطة اها والله خير ان شاء الله مثل يسافر يحطه ياخذ اي والله
موفقين ان شاء الله. الله يسلمك. العيني صباح الخير. صباح النور. شلونك؟ الحمد لله. انت دائما تجي هنا تفتح ومسواقك مرات حتى من كلار تجيب. اي والله من كلار ومن الميدان وما نفتر العراق كله. زين شلونكم هنا؟ والله تعبان الوضع. ليش؟ قاعد نفتح الظهر ونعزل ساعتين زمان. شلون؟ ليش كنا بالشتاء والله خلي يفتحون الباب من الفجر ده يفتحون لكم اياه. وين عم اليوم 6 وربع فتح. والله العظيم بين ما فتح بالساعه. ايش الساعه يناسبكم؟ بايش الساعه؟ بالخمسة. بالخمسة؟ اي والله بالخمسة بالصيف بالخمسة. وبالشتاء خلي بالستة ونص خلي يفتح. الجو حار صحيح. ها؟ هسه بعد شوي طوط 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 وتجينا الشرطة تعزلنا. خير ان شاء الله. ممنون. وصلت وصلت مناشدة. رحم الله والديك وصلها قل له خلي يفتحونها بالخمسة. ان شاء الله بعيني. هي الشمس عالية وبعد شوي نعزل. تؤمر. تؤمر مهند عين حبيبي. الله يبارك فيك. حاجات كل شيء بسعره من ألف فصاعدا. بس النحاسيات شوية أسعارها غالية. كهربائيات جوا السوق كله مو جوا السوق كله 50% تحت تحت السوق. وهنا المصباح ب 500. 500 مهند هاي هم لكم؟ اي كله جوا السوق. اي والله. ها؟ والله شنو مسوي انت مهند؟ سويتش بلف. شنو مسوي انت فليش اسعار؟ لا شنو نسوي؟ هو سوق تعبان والدولار صاعد. خير ان شاء الله يلا. ايوه. جاب هنا حتى الملابس هم جايه. كله جوا السوق. يابا وابو احمد طبعا لا زال يتمتع بالروح الرياضيه. وشوف شوف بالكف مالته شو مخلي. شنو هذا؟ هذا مال ملاكمه. مال ملاكمه؟ ها؟ ملاكمه. ايه الطير كرخش جابه يم الرصافه ما ادري شلون. شلون ما مو غوان امه مو بيناتهم بس الشاط. عيوني شلونك؟ بارك فيك ويحفظك على راسي عمري. شلونكم زينين ان شاء الله؟ الحمد لله. هاي البضائع طبعا كلها هي هاي البضائع كلها يعني كلها اسعارها مناسبه. مناسبه بشكل احنا نقول هذا سوق البلاش. اي من الله ان شاء الله خير وكله ببلاش. ها كله ببلاش. الله وكلك كله ببلاش. نتمنى برخص التراب على قولتك. اي والله برخص التراب. ومرات حاجه تسوى ذهب. شلون وتلقاها رخيصه. يعني الموتوره تروح على التصليح نبيع لك اياها ب 10 ب 15. اي تروح ذاك يوم يبدلك جبنه يقول لك ب 20 و 15 وهنا موتور كامل ب 10 و 15 وشغال مو شو على الفحص. على الفحص خوش كله ببلاش. من يا مكان انت؟ انا من الباويه. على راسي والله. الباويه جوبه جعد جوبه. أيوة على راسي عمري. الله يحفظكم. عيون الاستاذ. هذه بالسحب ما سيارات كلها متانه الاصليه. الجريكانات مش واحد 20 وبمجال يابا. هنا بسطيه مو بلاش. لا جو البلاش. ها جو البلاش. جو البلاش بلي ما عنده ياخذ ويروح. ما عنده ياخذ ويروح. بلف بربع ب 500. ما عنده ياخذ ويروح مو ياخذ بلف. ما عنده. اي هاي هاي بلف شلون هو ده يقول ياخذ ويروح. ياخذ ويروح. اي ده يقول ما عنده ياخذ ويروح. خطيه برقبته قلت ياخذ ويروح. ايه لا لا هو ثابت. يعني يقولون الديتش بالبيضه ويعوعي. حسوني زين العابدين بياعين هنا. حسوني شلونك؟ زين. شلون صح انت تجي ويا ابوك مو؟ ساعده؟ ها اليوم جيت ويا ابوك. حبيبي وانت؟ هاي كل يوم اجي وياه. كل مره؟ اي كل مره. كل جمعه تجي وياه عافيه. تساعدونا؟ اي ساعده اشيل وياه بالغراض. اي عافيه. اي حسين شلون المسبع؟ واحمد الغالي عيوني على راسي. شلونكم؟ صح عافيتك. الله يبارك فيكم. الله يحفظكم على راسي عيني. احمد وعبد الله جايين هنا يسترزقون بسوق البلاش سوق الجمعه. ايش جايبين احمد وعبد الله؟ جايبين كراث كهربائيه. شنو ميزان هذا؟ لا شنو هذا؟ مال كهرباء. شنو مال كهرباء؟ مال خلاط. زين. هاي اغراضكم على شنو؟ على ايش قد؟ على الف. على الف. 500 همكم مو؟ ايه. وبربع؟ بربع يا بيقول بربع ب 500 بلف اكو.
حبيبي شلونكم؟ هما تعبانين؟ عافية اخوي. عنزة شلونك عيني؟ الله يسلمك. عنزة خليني اشوفه. هو شنو هذا؟ هذا ماجد لمي خوش بايسكل والله جديد. بايسكل هذا؟ اي أيوة والله. يعني هذا مو مال دينار. بس هذا مو مال نفر واحد؟ لا لا هاي نفر يعني. نفرين يسحب. هذا دبر راكب. دبر راكب. دبر راكب ايه؟ هذا اخو البلاش. صدق؟ والله ب 8000 دينار جديد رحماني. بس تكمه هو؟ هذا غشي ب 20. ب 8. ايه سعره مناسب. غشي ب 20. صحيح. هذا بالمحلات غشي ب 20. وشغلته هم تكمه صالح للعمل الفني. ايه. موفق ان شاء الله. عيون استاذ ماجد. هاي فرح جاهلك. خمسة بثمانية. واخونا فلاح من المرادية. وين يا مرادية اثنين؟ مرادية الزهاوي. ها اللي يم الجامعة. ايه يم الجامعة. ظهر الجامعة. ايه. انت من الهيب؟ من الهيب. يعني راعي العرجة؟ ان شاء الله. زين. نسألك. شنو معنى راعي العرجة؟ ما اعرف. شلون ما تعرف؟ اقول لك. عالي. هذه المشهورة عرجة وبالسيف ندرجها. عرجة وبالسيف ندرجها. ومن سبع جموع نمرجها. ها؟ ايه. خلق خصوصا مني لي عيط احمد عيط. خير ان شاء الله. اسأل عنها. اسأل عنها ان شاء الله. وحسن ابو احمد شوفوا هو جاي عالم الدراجات طبعا. هذا وياه. الادوات الاحتياطية ما تصريحات وياه. حتى شي يحتاج دراجة من الشيء. يحتاج تارس السيارة ادوات احتياطية. وهاي البايسكلات شيري تشي شد له؟ شد له كيف يا ابو حسن عيني ناعي عوازه كيف اخوي دير بالك علي عمري وهذا كيف حضر كيف يا الله حسن طبعا حسن راعي المستعجل جديد حاجات كلها مناسبه 10 5 15 اشكال 30 25 هاي البايسكلات دراجات الهوائيه حاجات كلها مناسبة من ربع دينار فصاعدة ربع 500,000 أكثر أقل أكثر شيء بألفين المروحة بيش المروحة بألفين بألفين؟ تفتر؟ انا شغال يا بيقول المروحه ب 2000 دينار هي عم هاي بلاش هي وبوكسها هذا شو اسمه المفتاح مالها اي ب 2000 دينار ب 2000 وشغاله على الشغل يقول اعطيها على الشغل على الضمان سوق الجمعه بنكه اصيله هاي اللي عنده برج مثلا مال الطيور خليها برج مال الطيور عنده بس هاي بس وقف برج الطيور هاي تقص تقص راسها لا لا تقص راسها ها تقص راسها اي اي بس 2000 شو تقول بلاش مو لا خلف بلاش ها بلاش غير 2000 شنو هي صحيح مو هو هذا سوق الجمعه ها ايش بيه انت وشنسك اي انت وشنسك هسه انت ايش ماخذ احكي لي جهاز حمايه حمايه جهاز حمايه يقول لي ب 500 ما يشتغل ما يشتغل الله اعلم انت وشان صح اي مثل ما تفضلت خير ان شاء الله ان شاء الله خير معصاره يدويه مال البرتقال خلي البرتقاله وتطلع قبل عصير ها قبل يطلع عصير خير ان شاء الله شيخ انك طيب الله يبارك فيك سعرها النهائي والله هي مال بيع عرضه ب 40 انا ببيعها ب 25 25 سعر مال بيع بس هي تكمه قديمه مال المحلات اصلا تكمه وتراثيه تراثيه وقديمه وترى مال المحلات ترى مال بيع خير ان شاء الله خيرك يا عمي واجد طيب الله يحفظك صناعه روعه قديمه اثريه قديمه يعني هاي يشتغل بيها ب... اي مو بس هو واحفاده اها هاي آه. خلي برتقال حلو اي بس معصر طلعته اي نعم عدد وحاجيات مختلفه من ربع دينار فصاعده اكو 500 هاي الموبايلات ليش ليش الموبايلات؟ 27 السباين بيش ابو؟ 23 هذا بيش يا عيني سبانه بيش؟ عرف حج اسوي لحم على ابو يا الله عيني كيبل شاحنه جالكسي ايفون جالكسي مدري ايش اسمه الاخر سماعه بلف سماعه نال الحاجه كلها بلف سماعه فوق عتاد
سماعة دوش شلون؟ قبل كنت انا اصلا يعني سماعة يعني هو دوش يا ماي يعني اذا حار شيء يسمعوا وياه. ايه هذا لا راس مال شحن حتى بالحمام بالحمام هاي شنو تشتغلوا حتى بالحمام ها عادي ضد الماي زين شاحنه بايش؟ شاحنة راس شحن بثلاثة 2 بـ5 2 بـ5 ايه 120 واط نعم عندك هذا 30 واط 120 واط يعني نوعية خش نوعية درجة ولا قوي ان شاء الله راس مال شحن قوي ولا قلنا هذا اللي هذا كتان بيش هذا شحن كيبل كتان شحن درجة أولى بيش قبل حلقة بلف بلف يلا موفق إن شاء الله على راسي عمري عيون أستاذ حبيب عين أبو صابرين أنت من سلمت علي قلت لي أنا متابع للقناة أي نعم متابع ممكن نسألك رأيك توجيهاتك للقناة لأن إحنا من عندكم ترى نستمد المواضيع على راسي والله نشكرك إحنا وبارك الله بك على القناة يعزك متابعينك بالجوب ومتابعينك بسوق الجمعة وبسوق الخميس على راسي نشكرك جدا يعني أكو أسعار هواية إحنا شفناها من خلالك قمنا نجي نراجع سوق الجمعة يا مية هلا بارك الله وين بيك. مكانك أنت وين مكاني قاطون رازي أنا على راسي أشكرك تشرف بيك وسلامة منا لقاطون وأهلها والله والديك الله يحفظك بارك فيك عمري ممنون حيدر الذهب ما أدري جايب اليوم حيدر بايسكل شحن بايسكل شحن دراجة شحن هاي زين هاي موديل 22 قلت لي هاي موديل 22 حيدر جايبها موديل سعرها النهائي لو عمله شلون؟ نهائي 225 225 زين هي جديد بيش مالتها؟ جديد اكو 500 اكو 650 اها اشكال والله 500 650 جديده بس هي شغاله ما بيها نقص؟ شغاله شحن شحن اها هذا قلنا ايه تشتغل مو؟ هذا قلنا بس مارك منك يا لوحه يلا موفق حيدر عين طبعا هذا ايضا دراجة شحن وشغال وما بي شيء بس بطاريات نقصة ومسوي يشتغل يعني كبايدار يشتغل لا قصدي بالبايدار ثقيل يشلع قلب الواحد نعم نهايته 100 نهايته 100 بس عوزة بطاريات الثاني بيش هذا 300 ونهايته 250 يوني ذن الطيور همين بسوق الجمعة بيش نهايته بخمسة تم بهرز يوني نقول 45 ها توسطنا 26 ما أعرف اللي تأوقع بيش تريد أبو نبأ 45 انت بيش تصرف لك ايه؟ 25 زين والله شو تقول ابو احمد انا ما ادري يعني نقول قرب وجهات نظركم معامله 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 شنو الكامل فيه ويريدون ياخذون لابو علي بس يبيع 20 اخذه 20 20 20 شرايه ما بيها شيء 20 اكو زايد اكو زايد اي مو زايد ما بيها شيء بعد اخذه 20 أخذ حجي؟ ما فيش معاملة عملة هو ما ياكم 20 هذا صابون رق عراقي مو؟ بيش القطعة؟ 500 دينار معمل موجود بالبصرة ينتج هاي الصابون هاي عدد مختلفة أسعارها كلها أقل من السوق أنا أشوف جماعة خلصوا حتى الكلاب هم موجود لا تختارون عندي رايد الايفون مش عندي برو موجود كثر الاغراض ما يخلينا نذكر اسعارها لان هواي اشكال الموبايلات 2000 ب5 ب3 ب4 جوا همين هنا اشكال الغرام الف 2000 1500 هاي جلوبا 500 هذا الجلوب 500 شغال صدق ان شاء الله شو سعره هذا تريل ب 10 عندك قلت وحده اليوم اي وحده عندي يا الله
قوم العب يا بنية. اي لعب المهر على الخية. اي حقي قلت اخويا قلبي يردك ليا. يا با هلا هلا بابا عيني. نعم ترى الما مرتاح لي معذور. نعم الما مرتاح لي معذور. اي والله اني احبه. اي والما يقعد بديوان شلون يعرف قيمة الذلة؟ مو كل من تشلبه فوق جاب العنب كله. لا ومو كل طبيب يقول أنا أعرف الداه والعلة. لا ومو كل من لبس عقال قال أنا الشيخ المعلم. أبد ترى عم الشيخ المعلم بين من حجه ينقض ذهب وياقوت مدلة. صح والما يعرف يركب الخيل ترى خيل الشالته تمله. صحيح والما يلزم رسنها يطيح الخلل مو بالخيل الخلل بيه بله هو بي بله والما يعرف يحكي حكي الموزون عمي المخلبص شلون يقدر يحله شي يحله الما يحكي حكي الموزون المخلبص شلون يقدر يحله؟ ما يقدر. السلام عليكم. بارك بيك ابو حيدر الذهب. ابو بارك عين شلونك؟ اهلا. شلون الصحة؟ الله يعزك. طيب قناتك استاذ ماجد. الله يحفظك على راسك. احنا دائما من نشوفك نفرح الصراحة يعني. على راسك. يبارك بيك ويحفظك. اهتز بيك هلا هلا خال عمري عيني. شلون البيات؟ والله بخير انت شلونك؟ الله يحفظكم على راسي عيوني. عيوني. عيني الشيخ نرجع لموضوعنا. نعم. عندي مجموعة مصطلحات. مصطلحات. اي. هذه المصطلحات كانت متداولة قديما. اليوم يمكن اندرست راحت ذهبت. منها هاي المفردات. نقول افلي. 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 اي. وهو الزرع المتأخر. يعني يحصد ما بعد الهرفي. متأخر. نعم. نقدر نقول المتأخر من كل شيء. بالضبط. كل شيء. إيه نعم. أفلي. أفلي. يسمونه أفلي. زين. نقول يلفي. يلفي هو القادم. القادم. إيه الذي وصل يقول لفة أو يلفة. الجاي يلفي. يعني شيخ. نعم. إيه. يلفي مثل ما نقول يأتي مو؟ إيه القادم. والشعر شي يقول؟ يقول يأتي ولا يأتي. حب الذي أغرق في الصمت يدور حول السور تنهشه مخالب الموت يأتي ولا يأتي هذه خلينا نقول يلفي إيه شيخ نقول ينسور 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 هو الجرح العميق الذي طال أمد جراحه ينسور ينسور نعم لفظة حايف حايف بالحاء حايف هو اللص 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 المحترف السارق قبل يسمونه الحايف نعم نقول تشاينا 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 هي المصيبة صارت تشاينا أو أحداث تشاينا أحداث ما بعد الموت لا العركة تختلف تشاينا صارت تشاينا تشاينا نعم يعني خلينا نقول مصيبة مصيبة زين ممنون شيخ احنا راح نتحول للمشاهد نعم يتفق وياك لو عنده راي ثاني بالضبط اكيد اي يعني احتمال كل واحد يقول كل راسي وبيعرفه راي المشاهد محترم ان شاء الله وان شاء الله يكون له جزء راي ثاني يعني أو يطابقني فهذا عائد له عيوني على راسي وعندي قصيده اكملها اي يرهم مناسب الشهر محرم عندي قصيده بحق الامام الحسين عليه السلام اي يقول قدمت وعفوك عن مقدمي أسيرا حسيرا كثيرا غمي الله قدمت بين رحمتيك سلاما لمثواك من محرمك ومذ كنت طفلا وجدت الحسين ملاذا بأسواره الأمتلأ الله ومذ كنت طفلا وجدت الحسين رضاعة وللآن لم أفطمي لم أفطمي لم أفطمي نعم سلام عليك فأنت السلام وإن كنت مختضبا بالدم الله
عبد الرزاق عبد الواحد هذا. نعم نعم عبد الرزاق عبد الواحد. نعم كل شيخ يبارك بيك يحفظك على هاي المساهمة. الله يبارك بيك. سلام الآل عيا كلهم. تسلم واصل بنجورة. إيه كل هالنثاية كل هالنثاية سعر 45 ما عليه بالسعر. كل هالنثاية لا طيارة فحل طيارة طيارة ها فحل واحد واثنين نثاية التك الواحد بيش إلا ثلاثة الفحل أوفلاين على 15 الواحد لا ميرها من انت تقول ثلاثة 45 اي بس هنا سعرها يعني هذا كل ما بيحنا ما بيع واحد شلي عدري اعرف شلي هاي هي ان شاء الله ان شاء الله ملابس ثلاث قطاع ب 5000 وبيهن مجال همين والبي بيش ما بي مجال ثلاث تستات عمري ممنون حبيبي. شو اسمك انت؟ وليد. وليد وليد هلا بوليد. هاي عندكم محل انتم؟ عندنا محل وعندنا شو اسمه ها انت متبيع هنا خير ان شاء الله. يقول لك اي بايسكل ب 25 هلا انت شلونك عيوني اي بايسكل بيش 25 جايب اليوم جايب هاي الاغراض كلها المراوح بيش المراوح 25 شغالات كلها شغالات وقديمة. مشاهدينا الأحبة وصلنا وياكم إلى نهاية مقطعنا لهذا اليوم. نتمنى هذا المقطع عجبكم. إذا لا نال إعجابكم نتمنى هذه طبعا أمنيتنا اضغطوا لنا لايك. وإذا ما نال إعجابكم بالعكس ديس لايك وعلى رأسي كلكم. يا أبو كرار حاضر هنا كرار ابن دياله شلون كرار؟ أنا عمو. أنت من يامو كان بعقوبة؟ اي والله. اشتري شيء لا لو هيك بس تتفرج بس شويه اتفرج يتفرج كرار انت بيا صف صف الخامس ابتدائي شاطر بالدراسه شاطر عافيه عافيه بكرار اريدك تحيات طيبه على راسي حبيبي